ايوه ايوه يلي اهلا وسهلا اتفضلوا اهلا وسهلا بالمتخته اتفضلوا كسيب وعنده شقة يابا ده متجوز وعنده عيلين يا بنتي عيل اتنين تلاتة أربعة إنما ده عنده شقة مش متجوزة فاهمة؟ يا أخي كنت مستنيها جدع ده اللي اسمه شعبان ها؟ ده غطس مهبش هيقب الغايب حجته معاه يا أختي اللي مقال عليه يبعت كلمة في جوابه للصفرانة عارفة ما جاش ليه؟ لا هيبعت ولا هيجي وإن جه هيجي ايد ورا وايد قدام الخايب يبقى طول عمره خايب اسمعي كلام يا بنتي هو حد طيب يتجوز الايام دي يابا هستناه ده مقابلك ومكلمك وقايل عليا ذنبك على جنبك صباح الخير اهلا يا عبد الجواد هلو شال ارقام جان نعم شال ارقام جان انا رايي هي بتقول ايه بتقول لك تجي لك تاني انت ممكن تيجي تاني في اي وقت البيت مفتوخ البيت مفتوخ وانا ابقى مبسوط وانت تبقى مبسوط اجل البيت مفتوخ انت تيجي في اي وقت باي 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 شفت الانجليزي بتاعي عظيم عيني برد عليك مستورد معلم الو الو فريد بي دفت العربيات الجديده وصلت يا فندم بالنسبة للعربية اللي حضرتك حاجزها تقدر تيجي تستلمها في أي وقت النهاردة لو حبيت طيب أوكي أوكي أنت خارج؟ ما هستلم العربية الجديدة طب ما أجي معاك أسوقها لك على الأقل لا أنا محضر السواق ماليش دعوة أنت خالص بس انا من جوايا غلبان
غلبان. العينين اللي كلها شقاوة دي غلبان؟ كده. مين اللي بيرقص مع ناريمان ده؟ ها؟ ده فريد بلغطريفي مليونير. اتجوز؟ عازب. ما كنتش عارف تتعرف عليه؟ انت ناسي ان عندنا بنت؟ طب ما البنت اتجوزت. انت جاي تقولي الكلام ده النهارده يوم فرحها؟ فرح الندامة. هو ده عريس كنت تجيبه لها؟ طب خلاص خلاص. على العموم لازم تتعرف عليه. نديله البنت التانية. البنت التانية عندها 9 سنين. وماله استناها؟ عجبك الدوشة دي؟ بيتهيألي قلقاكي مش عارفة تنامي. بس المخدة مريحاني. طب ما تيجي ناخد المخدة ونروح. كفاية ما تشوف. مش كده؟ يلا حلو. تعلن شركة منصور شيفورلي عن وصول أول دفعة من سيارات شيفورلي سايتيشن. وقد كان أول المسلمين السيد الغطريفي. يا زينة يا زينة. إيه؟ تعالي شوفي يا واد. إيه؟ بصي كده، مش ده شبه شعبان؟ شعبان مين؟ إيه اللي هيجيب شعبان في التلفزيون؟ هو فعلا هو. وعلى السادة الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين. هو ايه انت كمان؟ ده راكب العربية اللي اشتغلها، العربية بالشيء الفلاني. يابا ده شعبان. يا بنت بلاش تخريف امار. بقى هو هيركب عربية زي دي؟ يعني فرصة تانية. فرصة تانية ايه؟ ده انا جاي له من اخر الدنيا ولازم اقابله النهاردة ضروري. انا مالي، خشي. افندم، هو عبد المغفل ما قالكيش مش عايزين النهارده ولا عايز يسترزق وبس؟ جرايه يا ست انت، وانا جاي اشحت منكم ولا جاي اغسل لكم الغسيل؟ لا العفو، انت ارفع من ذلك. يو يا ست من فضلك. هو ايه في ايه الدوشه دي؟ زينه، يعني انت مظبوط؟ زينه خش يا مسيد. امرك يا دي. تعال يا زينة تعال. كلهم ما كانوش مصدقين ان اللي شافوه في التلفزيون هو انت يا شعبان، لكن قلب المؤمن دليل. انا كنت متأكدة ان اللي شفته بعناية في التلفزيون هو انت. ايوة انا يا زينة. وايه الحكاية؟ ايه اللي حصل؟ كنا فين وبقينا فين؟ اصل انا ما قلتلكش ايه الحكاية. انت ما قلتليش غير على حاجة واحدة بس، انك نازل مصر تدور على شغل. ايوه ما انا هقول. تعالي بس تعالي تعالي، انا هقول. تعالي يا زينة تعالي اقعدي هنا. لقيت شغل يا شعبان؟ ايه طبعا. امال ايه؟ لقيت شغلة. ايه العظيمة اللي انت لقيتها دي؟ شغلة ايه اللي تخليك تعيش في القبهة دي ما بين يوم وليلة؟ اوعى تقولي انك لقيت خاتم سليمان ولا ورثت خالك اللي مات في اسطنبول. اصل عصر الحواديت ده انتهى. حواديت ايه يا زينب؟ وخيال ايه؟ ده انا اللي حصل لي اقرب من الخيال. اني جالي عبد ال على العموم مش وقته، وانا هبقول لك بعدين يا زينب. تقول لي ايه؟ تقول لي ايه وتعيد لي ايه؟ انت يا فندم بكل اسف سرقت لك سريقه. ايه يا زينب؟ وانا كنت حرام ولا كنت حرام؟ خلاص بلاش، تبقى اختلست لك اختلاسه. اختلس من مين؟ من الاصلاح الزراعي؟ اختلس منه ايه؟ شويه برسيم؟ ده انا بصرفه في الجمعه قد ميزانيه الاصلاح الزراعي في 3 اشهر. طب فهمني لما انت ما انتش مختلس، ولما انت ما انتش سارق لك سريقه، ولما انت بتكسب بالحلال قوي كده، ايه العيشه المفنجره اللي انت عايشها دي؟ ها؟ لما انت عايش بالحلال ما جتليش البلد ليه يا شعبان؟ 100 سؤال يا شعبان مش لاقيه لهم جواب. ماني كنت جايلك، بس ماني هقول لك. انا كنت هجيلك، بس اللي حصل بقى ان ربنا فتح علي، وان ما